كيفية التخلص من براغيث جرون أصغر من أن يتناول الأدوية العادية تمثل الجراء المولودة حديثا بيئة مثالية لتغذية البراغيث ووضع بيضها. إن براغيث الكلاب تلك ضيف غير مرغوب فيه لأنها تسبب حكة جلد الجرو وتهيجها، وفي الحالات الشديدة قد يصب الجرو بالأنيميا بسبب فقدان الدم عن طريق تلك الطفيليات. لسوء الحظ من الصعب التخلص من تلك البراغيث في الجراء الصغيرة لأن أجسامها غير مهيئة لتحمل المبيدات الحشرية القوية التي تحتوي عليها معظم المنتجات المضادة للبراغيث، وبالتالي فإن التخلص منها يحتاج إلى المحافظة على نظافة الجرو ومعالجة الكلبة الأم في ذات الوقت وأية أسرة أو مفروشات يتعرض لها الجرو. لمزيد من المعلومات شاهد الفيديو كامل. واحد نفهم لما لا يمكن استخدام المنتجات المضادة للبراغيث العادية على الجراء. تمثل الجراء حديثة الولادة بيئة مثالية للبراغيث، فهي دافئة وتوفر الرطوبة والدم الضروريين للتغذية. لسوء الحظ لا توجد منتجات براغيث آمنة للاستخدام على الجراء حديثة الولادة لأن أعضاءها الداخلية أضعف من نظرائها كبيرة السن، وبالتالي فهي أكثر عرضة للأعراض الجانبية المعاكسة التي تحدثها الأدوية المضادة للبراغيث. تتراوح تلك الأعراض الجانبية على حسب الدواء من فرط إفراز اللعاب والقيء وحتى مشاكل التنفس والحساسية الزائدة أو الاكتئاب الشديد. بعض المنتجات المضادة للبراغيث مكتوب على ملصقها بوضوح أنها غير مناسبة للجراء، والبعض الآخر لم يتم اختباره من الأساس على الجراء، لذا ينصح المصنعون بعدم استخدامها. تجنب بالأخص المنتجات المحتوية على البرميثرين التي تباع في متاجر الحيوانات الأليفة لأنها غير آمنة على الكلاب الصغيرة. الأيض لدى الجراء غير ناضج وعاجز عن تكسير وهدم البرميثرين، وبالتالي يتراكم هو في جسم الجراء ويسبب أضرار عصبية تؤدي للارتعاش الشديد وسيلان اللعاب والشلل وحتى نوبات الصرع. المنتجات التي لا تحتوي على البرميثرين المباعة في متاجر الحيوانات الأليفة عادة ما تكون غير فعالة وتضيع نقودك. 2- حمام الجرو في ماء دافئ. لا توجد أي منتجات تجارية أو موصوفة من قبل الأطباء مناسبة للاستخدام على الجراء، لذا كان الحل الوحيد الحفاظ على نظافة الجرو ومحاولة إزالة البراغيث يدوياً. لتحميم الجرو قم بما يلي: ضع بضعة سنتيمترات من الماء الدافئ في حوض، يجب أن تكون درجة حرارة الماء مشابهة للحرارة المستخدمة في تحميم الأطفال. ضع الجرو في الماء واستخدم يدك لسند رأسه وإبقائها فوق سطح الماء. استخدم يدك لصب الماء على فرو الجرو حتى يبتل تماما. ارفع الجرو وأخرجه من الماء وضعه على منشفة نظيفة دافئة. 3- استخدم مشط البراغيث لتنظيف فرو الجرو وإزالة البراغيث. ضع الجرو على منشفة جافة على سطح مستو واستخدم مشط البراغيث لتنظيف فره الرطب وإزالة أي براغيث.
ابدأ بإزالة البراغيث من رقبة الجرو وجزء من فروه ممشطا جزءا واحدا في المرة حتى تمشط كامل جسمه وتتخلص من كل البراغيث. من المهم أن تقتل أي براغيث تخرجها من فرو الجرو، وإلا ستجد طريقها إليه وتغزوه من جديد. يمكنك قتل البراغيث بسحقها بين أظافرك أو برميها في كوب من الماء المغلي. 5. أبقل الجرو بعيداً عن الأسرة والحيوانات التي غزتها البراغيث. ما أن تزل البراغيث بالمشط من الفرو يجب أن يكون الجرو خالياً منها، ومع ذلك لا يوجد مبيد حشري متبقي على فروه لمنع أي براغيث جديدة من القفز به مجدداً. بالتالي من المهم إبعاد الجرو عن أمه وعن أي أسرة غزتها البراغيث حتى تتم معالجتها، حيث يساعد ذلك في وقاية الجرو من إعادة غزو البراغيث لفروه. ستعلم متى يكون استخدام المنتجات المضادة للبراغيث آمناً. ما أن يكبر الجرو في السن يبدأ جسمه في اكتساب القدرة على تحمل المكونات المستخدمة في المنتجات المضادة للبراغيث، وتصبح هي آمنة للاستخدام عليه. اتبع دائماً التعليمات على الملصق لمعرفة ما إذا كان المنتج آمناً للاستخدام. من أمثلة الأدوية المضادة للبراغيث المرخصة ما يلي: ريفوليوشن. المكون الفعال هو سيلانيكتين، ويمكن استخدامه على الجراء من سن 7 أسابيع أو أكثر. فيرونتلين. المكون الفعال هو فيبرونيل، ويمكن استخدامه على الجراء من سن 8 أسابيع أو أكثر. الأدوية الفموية مثل كومفورتس. المكون الفعال هو سبينوساد، وهو آمن فقط على الجراء من سن 14 أسبوع أو أكثر. لا تستخدم أبدا تلك المنتجات على الجراء الأصغر من السن المصابه. 7. افهم لما من الضروري أن تعالج الأم. إذا كانت الجراء المولودة لديها براغيث، فمن المؤكد أن الأم لديها أيضاً، وكنتيجة لذلك يجب معالجة الأم لتجنب إعادة غزو البراغيث للجراء. ضعف الحسبان أنه إذا لامس أي حيوان آخر في المنزل، الكلبة الأم أو الجراء، فسيتوجب معالجته هو أيضا من البراغيث. 8. استخدم المنتجات التي يصفها الطبيب فقط وتجنب المتاحة دون وصفة. بالرغم أنه يمكن استخدام المنتجات المضادة للبراغيث على الأم، إلا أنه من المهم أن تحذر من المنتجات التي تختار استخدامها. إذا كانت الأم ما تزال ترضع أطفالها، فيمكن أن تنقل لهم بعض المواد الكيميائية عبر اللبن، والتي من شأنها أن تصيبهم بالمرض، وبالتالي من المهم أن تستخدم فقط المنتجات التي وصفها الطبيب والمصممة خصيصاً. بعض المنتجات المتوفرة في المتاجر مكتوب عليها طبيعية أو خالية من العقارات، لكن هذا لا يعني أنها آمنة للاستخدام على الجراء الصغيرة للغاية، حتى وإن كانت لا تسبب أي أعراض جانبية سلبية فإن المنتجات. 9. استخدم الأدوية القائمة على سيلانيكتين مع الأمهات الحوامل أو المرضعات. إن الأدوية التي يصفها الأطباء المحتوية على مكون السيلانيكتين مثل ريفوليوشن أو سترونغولد مرخصة وآمنة للاستخدام على الأمهات الحوامل والمرضعات.
يجب وضع هذا الدواء على جلد الكلب البالغ وفقاً لتعليمات المصنعين، ثم يترك ليجف لساعات عديدة قبل أن يسمح للجراء بالتلامس مع الأم. يجب أن تعطى المنتجات القائمة على سيلاميكتين بالجرعات المصابها وبشكل موضعي فقط. أظهرت الدراسات أنه إن تم تناول تلك الأدوية فمويًا فإن السيلاميكتين يسبب تشوهات جنينية في الفئران. عشرة تجنب استخدام الأدوية المحتوية على فيبرونيل ويسبين ويساد لأنها غير آمنة على الأمهات المرضعة. توجد عدة مكونات تستخدم عادة في الأدوية المضادة للبراغيث يجب لا تعطى أبداً للأمهات الحوامل والمرضعة، وبالتالي من المهم أن تقرأ الملصق على الدواء بحرص شديد أو تستشر الطبيب البيطري حتى تتجنب المنتجات. هناك مكون يطلق عليه فيبرونيل يوجد في منتج مضاد للبراغيث يدعى فرانتلين، يجب ألا يستخدم أبداً على الأمهات الحوامل والمرضعة حيث لم يثبت أنه آمن على الجراء بعد. هنالك مكون يطلق عليه سيبينوساد يوجد في دواء لعلاج البراغيث الفموية يسمى كومفورتس، وهو ما أظهرت الدراسات أنه يتم إفرازه في لبن الأم. ليس من المؤكد ما إذا كان سيبينوساد يسبب أعراضاً جانبية سلبية عند الجراء، ولذا يفضل تجنبه. 11 فهم دورة حياة البرغوث. يزور البرغوث البالغ الجرو المضيف للتغذية فقط، لذا يمكن تقدير أنه إذا رأيت برغوثاً على جروك فيوجد عشو برغوث آخر يعتمدون في المعيشة على الجرو ويوجدون في سريره أو السجادة أو الكنبة. من المهم أيضاً أن تعلم أن إناث البراغيث تضع بيضها على المفروشات الطرية كالسجاد والأثاث، هذا البيض قوي للغاية ويمكنه أن يظل هامداً دون فقس إذا لم يجد مضيفاً مناسباً. ما إن يفقس البيض تخرج منه يرقات وشرانق البراغيث وتنمو في السجاد أو على الأسرة متغذية على الوسخ حتى تتم دورة حياتها وتصبح بالغة. نتيجة لذلك من المهم قتل أي بيض أو يرقات مختبئة في فراش الكلب أو على السجاد والكنب، وإلا فإنه من السهل أن تغزو البراغيث الأم وجراءها من جديد. 12 اغسل فراش الجرو لقتل أي براغيث. كما ذكر أعلاه، من المرجح أن تكون البيئة التي يعيش بها الجرو غنية ومليئة ببيض البراغيث واليرقات والشرانق منتظرة أن تكبر وتنضج إلى جيل جديد من البراغيث، وبالتالي يجب تنظيف فراش الجرو جيدا وتطهيره. استخدم رذاذاً مضاداً للبراغيث يحتوي على مضاد حشري، وهو ما سيجد طريقه إلى الأركان البعيدة من الفراش مكان اختباء البيض والشرانق واليرقات. استخدم المبيد الحشري وفقاً للتعليمات على العلبة. ما أن ترش المبيد وتنتظره أن يعطي مفعولاً ستحتاج لوضع الفراش في دورة ساخنة للغاية في الغسالة لإزالة أي مبيد حشري متبقي حيث يمكن أن يؤذي الجراء والتخلص من البيض الميت واليرقات والبراغيث. 13 استخدم الرذاذ المبيد الحشري لقتل البراغيث في السجاجيد وغيرها من الأقمشة. أخيراً ستحتاج لقتل أي براغيث تعيش بالسجاجيد والمفروشات الطرية، لفعل ذلك ستحتاج لاستخدام رذاذ مبيد حشري قائم على البرميثرين مثل ستيكل أو RAP فليز.
يوصي مصنع تلك المبيدات بالتنظيف بالمكنسة الكهربية قبل رشها، فهذا يفك ألياف السجادة ويساعد الرذاذ على اختراقها بعمق أكبر، إلى جانب أن الاهتزاز الناتج من المكنسة يقيض اليرقات ويجعلها تتجه إلى الضوء. يعمل البرميثرين الموجود في الرذاذ على شل الجهاز العصبي للحشرات ويعطل وظائف العضلات ويسبب الموت في نهاية المطاف. أخرج الجراء وغيرها من الحيوانات لليفة بما فيها الطيور والسمك والأطفال من الغرفة قبل رشها بالمبيد الحشري، وبعد ذلك قم بتهوية الغرفة لعدة ساعات بفتح النوافذ مع الحرص ألا يجلس أحدهم في الغرفة. أفكار مفيدة: إذا ركبت الكلبة الأم أو الجراء أو غيرها من الحيوانات المعدية بالبراغيث بسيارتك مؤخرا فلا تنسى رشها أيضا من الداخل بالمبيد الحشري.